معي للمتابعة من لندن هاتفيا السيد كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي. سيد كايد، تابعنا مراسم تنصيب الملك تشارلز ملكا للمملكة المتحدة وما شملته بالطبع من مراسم ملكية، قراءتك للكلمات التي حملتها أولى خطاباته الرسمية. هذه الكلمات التاريخية من قبل الملك تشارلز الثالث هي تعتبر بداية لحقبة جديدة من حكم الملك الجديد. هو طبعا يترحم على والدته ويعبر عن حزنه لفقدانها، وطبعا هذا شيء يعني أكيد يعني ملهم وصعب بالنسبة له، ولكن في نفس الوقت هو يدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه الآن، ويريد أن يأخذ هذه المسؤولية بكل جدية وبكل يعني حزم وبكل حماس، وهو بالتأكيد يتطلع إلى مرحلة جديدة من حكم بريطانيا وكل الدول والمؤسسات التابعة لدول الكومنولث. وطبعا بالتأكيد هو الشخص الذي يعني تربى وترعرع في رعاية الملكة، وهو تعلم منها الكثير وشاهد كافة الطقوس وكافة العادات والتقاليد الملكية، وهو يعني هو الشخص المناسب لكي يقود بريطانيا من هذه اللحظة وإلى الأمام، إلى بر الأمان وإلى الازدهار وإلى تطوير عمل العائلة المالكة لما هو أفضل وما هو عصري وما هو جديد بما يتطلبه المرحلة من قيادة حكيمة لهذه البلاد بوجود الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فهو طبعا يأتي إلى الحكم بعد يعني عمر يناهز 73 سنة، وهو طبعا يأتي إلى الحكم في سن متأخر، ولكن هذا السن يجعله الأكثر مؤهلا لقيادة البلاد بكل حكمة وبكل علم ودراية وبكل خبرة. فنحن سعيدون بقدومه ومتفائلين ومتطمئنين بأنه سيكون يعني الرجل المناسب الذي سيأخذ بريطانيا إلى مرحلة جديدة من التطور والازدهار. وأنا على علم يعني ورأيت الملك تشارلز الثالث وهو يعني مقرب من الكثير من الدول العربية في الشرق الأوسط، وهو زار في الفترة الأخيرة جمهورية مصر العربية والأردن وفلسطين وبعض الدول الخليجية، فهو يعني إنسان مطلع وزار كافة دول العالم تقريبا، ولديه علاقات واسعة، وهو يعني سيكون يعني نشط في الحراك الدبلوماسي والدولي، وسيزور دولا كثيرا، وهو طبعا يعني ما زال في منتصف العمر ولديه الشباب ولديه الطاقة والحيوية ولديه كافة المؤهلات وكافة الوسائل لكي يقوم بعمل رائع. نعم، يعني هو ملك جديد ونحن أيضا نشهد عهد رئيسة لوزراء جديدة، هل يضفي ذلك أو يساعد ذلك على الجديد الذي تأمله في المشهد البريطاني سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن يعني مبادئ الملكية في بريطانيا تحكمها عادات وتقاليد ومبادئ تشريعية أيضا؟ بالتأكيد نحن نتحدث عن ضخ دماء جديدة لقيادة بريطانيا، سواء يعني رئيسة وزراء جديدة في بريطانيا وهي متحمسة أيضا لتقدم ما هو أفضل ولحل الأزمات الاقتصادية ولحل الأزمات السياسية التي تعصف في بريطانيا وخارج بريطانيا، وأيضا هناك دماء جديدة في العائلة المالكة تستلم الحكم وتريد أن تدير دفة الأمور من خلال عائلة مالكة جديدة. الآن الملك تشارلز الثالث يستلم العرش
وولي عهد جديد وهو ابنه الأمير ويليام والذي استلم إمارة ويلز. وطبعا هناك سيكون تغييرات داخلية داخل العائلة الملكة، وسيكون هناك نشاط يعني قوي ومتحمس ومفيد للجميع. نعم، لكن مفيد على المستوى الاقتصادي، نتحدث تحديدا عما يمكن أن يقدم. يعني تحدثت عن توقعك لحالة من النشاط يمكن أن يقوم بها الملك تشارلز على الصعيد الاقتصادي، لكن ما يعود على الشعب البريطاني بالنفع اقتصاديا؟ يعني بالتأكيد نتمنى أن تنتهي الحرب في أوكرانيا وروسيا، وأن تعود الأمور إلى مجاريها، وأن يعود تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، وأن يعني تهبط أسعار البترول وأسعار الطاقة والكهرباء والغاز. وهذا ما سيساعد ليس فقط بريطانيا بل سيساعد كافة دول العالم. ولكن من المؤسف جدا أن تستمر هذه الحرب التي لا داعي لها. من الممكن حل الأمور بطمأنة روسيا على مصالحها الأمنية والاقتصادية، وبالتالي أيضا طمأنة أوكرانيا على سيادتها وعدم تدخل روسيا في شؤونها إلى آخره. وطبعا أنا أرى أن هذه المشكلة في أوكرانيا وروسيا هي ليست فقط مشكلة بين روسيا وأوكرانيا، بل هي مشكلة تناحر ما بين الدول العظمى. و هذا يعني طبعا بريطانيا سيكون لها الدور الكبير في المحاولة لإيجاد حل لقضية أوكرانيا ومواجهة التحديات الدولية والداخلية. الاقتصاد من الممكن تحريكه بسياسات اقتصادية يعني تنعش الاقتصاد البريطاني من جديد. نحن يعني قلقين جدا من أن العملة البريطانية الجنيه الاسترليني لقد هوى إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وطبعا النمو الاقتصادي هو أيضا لا نرى نمو اقتصادي جيد، وهناك أيضا تضخم أكثر من 11%، وهناك ارتفاع للفوائد في البنوك وصعوبات للشباب للاقتراض وإلى آخره من المشاكل الاقتصادية التي يجب حلها أيضا. نعم، أشكرك جزيلا السيد كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.